وللاطلاع على آخر مستجدات المشهد الاحتجاجي في العاصمة بغداد ينضم معنا مباشرة من ساحات التظاهر الزميل جابر جمال. أهلا بك جابر، ما الجديد لديك في ظل التطورات السياسية والميدانية التي تشهدها ساحات الاعتصام؟ تفضل. نعم جابر، جابر جابر إذا كنت تسمعني جابر. ساحات جابر سألتك عذرا، كان الصوت غير واضح يعني عندما بدأت بالإجابة. ما الجديد لديك في ظل التطورات السياسية والميدانية التي تشهدها ساحات التظاهر في بغداد؟ تفضل. نعم ايناس، هدوء يخيم على ساحة التحرير وساحة التظاهر بشكل عام. هنا في ساحة التحرير ومقتربات الساحة الأجواء طبيعية مع توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين ووجود المعتصمين داخل الساحة. أيضا ساحة الخلاني تشهد هدوء، لكن في قرب ساحة الوثبة شمال ساحة التحرير الطريق الرابط ما بين ساحة الخلاني تحديدا وساحة الوثبة هناك يتمركز المتظاهرون، تلك النقطة التي يتواجد فيها المحتجون. كذلك تتواجد هنا قوات مكافحة الشغب، وأيضا تحدث يعني بين فترة وأخرى نوع من الاحتكاكات لكن ليس بشكل مكثف كما الأيام السابقة. أيضا هنالك في تلك النقطة أو في تلك المنطقة تشهد هدوء في كثير من الأحيان، لكن يعني بشكل عام الأجواء طبيعية مع تواجد أعداد كبيرة من المتظاهرين ينتشرون داخل منطقة الاعتصام وساحة التحرير. كذلك تستمر القوات الأمنية بتأمين مداخل الساحة، جميع مداخل الساحة مؤمنة من قبل القوات الأمنية. كذلك نقاط المتظاهرين أو المتظاهرون المتواجدون داخل الساحة، كذلك أصحاب القبعات الزرق يتواجدون في الساحة في عدد من النقاط التي ينتشرون فيها لتأمين أيضا المكان. هذه واحدة من مهامهم، تأمين ساحة التحرير. وأيضا بشكل عام حتى هذه اللحظة لم يحدث أي شيء منذ الصباح، وحتى الآن الجو هدوء يعني بشكل كامل في ساحة التحرير ونفق التحرير وتحت النصب. أيضا الفعاليات مستمرة من قبل المتظاهرين. نعم جابر، طيب هل لا زال الرفض في ساحات التظاهر على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي؟ منذ لحظة تكليف السيد رئيس مجلس أو رئيس الحكومة المؤقتة محمد توفيق علاوي، وعلامات الرفض واضحة في ساحات التظاهر سواء في بغداد وكثير من المحافظات. في بغداد يوم أمس كانت هنالك تظاهرة أو مسيرة طلابية عارمة رفضت تكليف السيد علاوي، كذلك هنالك جزء كبير من المتظاهرين داخل الساحة يرفض تسمية علاوي رئيسا للوزراء ويطالبون رئيس الجمهورية بإعادة النظر وتكليف رئيس وزراء آخر. نوع يعني من الانقسام داخل الساحات أو ما بين المتظاهرين، جزء ذهب بضرورة إنهاء وحسم الملف السياسي وتسمية علاوي لكي يقود المرحلة المقبلة وتنفيذ التعهدات التي تحدث عنها في مقابلات سابقة أو في تصريحات سابقة لعلاوي، وجزء آخر يرفض بشكل قاطع تسمية علاوي رئيسا للوزراء، وجزء آخر يعني تحدث عن إعطاء محمد علاوي مهلة يعني للنظر للنظر بتنفيذ المطالب ولجدية تنفيذ المطالب، مطالب ساحات التظاهر هنا أتحدث التي رفعت في الأيام الماضية. هذه المطالب هي مرهونة ب يعني جدية محمد توفيق علاوي، يتحدث المتظاهرون في حال نفذ المطالب وقام بتنفيذ كل ما تحدث به المحتجون والنقاط السابقة التي تحدثنا فيها في تغطيات سابقة زميلتي إيناس، يعني في هذه الحالة ربما سيلاقي قبولا جماهيريا، وبالعكس في حال إذا لم يتم يعني تنفيذ أي مطلب من المطالب ربما تزداد علامات الرفض
ويعني الإدانة يعني بعدم بقاء محمد توفيق علاوي في سدة يعني الحكم للحكومة المؤقتة. لكن علاوي أكد دائما في لقاءاته و يعني برامجه لدعمه لساحات التظاهر وعلى ضرورة استمرار التظاهرات، وأيضا بتنفيذ مطالب المحتجين من خلال التعهدات، وهذه ربما رسالة تطمين للمتظاهرين بأنهم يعني بأنه سوف يقوم بتلبية كل مطالبهم. نعم جابر جمال، مراسلنا من ساحات التظاهر في بغداد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.